الزميل العزيز شريف عادل وبصحبته مصطفى دويدار رجل مباراه اليوم من فريق امبي ومن المباراه بالكامل سواء من فريق امبي او الاسماعيلي، وكان واحد من اهم النجوم اللي ساعدوا امبي النهارده في الحصول على 3 نقاط. نتابع هذا اللقاء. طبعا بالتاكيد واحد من نجوم فريق امبي ورجل المباراه النهارده الكابتن مصطفى دويدار. كابتن مصطفى في البدايه يعني مبروك الجائزه النهارده، رجل المباراه ومردود ايجابي جدا ليك خلال الفترات الماضيه ومباراه النهارده كمان بتاعك. الله يبارك فيك. اولا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه كلها رجاله، والحمد لله مكسب كويس بعد خساره كبيره وبتاع، فربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. كابتن دويدار يعني جايز رجل المباراه، وقد ايه اللعيبه كلها فرحانه بيك ان انت النهارده نجم ورجل المباراه، يعني بتهديها لمين بقى النهارده؟ بهديها للعيبه كلها والاهلي في البيت والحبايبي وكل الناس اللي بتحبني. يعني المجموعه بتاعت امبي واضح الانسجام واضح عليهم او السنه دي كمان عن السنه اللي فاتت، وده واضح، ولكن كان في تعثر في المباراتين اللي فاتت. طبيعي ان يحصل دروبات، وانت احنا كسبنا 3 ماتشات ورا بعض، وانت عارف المكسب الكوره مكسب وخساره، واحنا اصلا كلنا يعني كلنا شباب وكلنا قريبين في السن من بعض، فتلاقينا مع بعض في الملعب كويسين مع بعض وقلبنا على قلب واحد، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك. اكيد ده كان لقاء مع الكابتن مصطفى دويدار والعوده من جديد والاستوديو التحليلي.